استمرارا للحملات التي اطلقها دولة رئيس الوزراء ضمن فريق الحكومة للجهد الخدمي والهندسي لمحافظة بغداد بتقديم الخدمات ضمن منطقة الربيع الثانية. تم اكمال اعمال المجاري وانابيب الماء لشارع الربيع الثاني المجاور لمنطقة المستثمر، حيث تم انجاز شبكة المجاري بنسبة انجاز 100%، كذلك شبكة الماء نسبة انجاز 100%. باشر فريق الجهد الخدمي والهندسي المتمثل بهيئة الحشد الشعبي بعملية فرش السبيس. الاعمال الجارية الان هي عبارة عن صب قالب باور كيرور من قبل الدار البلدية. طول الشارع تراوح ما بين 400 إلى 450 متر. كوادر هيئة الحج الشعبي ضمن فريق الجهد الخدمي الحكومي بالأعمال التالية: بعد إكمال شبكات المجاري وماء الإسالة وفرش طبقات السبويس، اليوم نقوم بأعمال مد الأرصفة بجانبي الطريق وبطول 450 متر. نوجه شكرنا وتقديرنا لمعالي دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني على قيامه بهذه الحملة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. كما أوجه شكري وتقديري إلى الحشد العراقي المقدس الذي قام بهذه الأعمال، أعمال التبليغ وإكساء الشوارع.